على الخير والحب نلتقي أعزائي المشاهدين في برنامج منتصف النهار، أتمنى أن يكون نهار سعيد بالنسبة لكم. اهلا صقر، تحياتنا. تسلم عليك. بسيطه، انا عافيتك من هون لاخر رمضان. انا اشكرك. تحياتنا لكم مشاهدينا اينما كنتم تتابعوننا، ان شاء الله حلقه مليئه بالمواضيع وايضا يعني ما يخص الصائم بشهر رمضان المبارك. بعد الفاصل نلتقي. مرحبا بكم. ماكو إنسان يقدر يعيش وحده، لأن مهما حاول يعتمد على نفسه لازم يجي وقت يحتاج بمساعدة الآخرين، وهي صفة إنسانية إيجابية يجب أن يتحلى بها كل إنسان. لذلك راح نتحدث عن أهمية مساعدة الغير في شهر رمضان المبارك رندا، وخصوصا اللي يساعد ما ينتظر أن يحصل فتشي. صح، يعني دائما إحنا عندنا صفات ربنا غرسها فينا، حب الغير، المساعدة، الرحمة، كل هذه طبعا تثقف الجاهل، تعلم الجاهل، التكاتف، المجتمع، الجوعان راح يشبع، المريض راح يشفى، كل هاي الأشياء لما تكون مساعدة موجودة مجانية ورحمة بين يعني أطلع. ودراسات أثبتت صقر أنه كل الأعمال أو كل ما يقوم به الإنسان من عمل، وحتى لو وصلت أنت إلى مستويات عالية ومرموقة في عملك، إذا ما قمت بمساعدة الآخرين يعني لن تشعر بهذه النشوة وحب الإنجاز اللي موجود. صح. عندما تقدم يد العون، فأهمية استثمار الشهر الفضيل في مد يد العون والمساعدة للآخرين، وكيف يقوم كل إنسان بالمساعدة من موقعه ومهما كانت المساعدة صغيرة أو كبيرة. رح نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد، استشاري التنمية البشرية وناشط الشباب زياد طارق. أهلا وسهلا بك في منتصف النهار. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليكم، مساء الخير على قناتكم الكريمة، مساء الخير عليك أستاذ صقر، عليك سترند. يا ربي إن شاء الله رمضان خير ومحبة عليكم وأجمع إن شاء الله على شعبنا الكريم. آمين يا رب. رح نروح زياد لنرى أراء الناس حول هذا الموضوع، وبعدها نعود لنناقشه وإياك. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير أحبتنا متابعينا في برنامج منتصف النهار. قضيتنا لهذا اليوم المبادرة أو المساعدة للآخر في شهر رمضان المبارك، رح يكون هذا اليوم محور استطلاعنا. خلينا نسمع ونرجع، ابقوا يعني. خينيال اللي يقدر يساعد برمضان ويقدر يساعد بغير رمضان، لأنه ما بيها شيء إذا شفت شخص محتاج أو جارك محتاج، فهي بحد ذاتها أنه المساعدة هي فد شيء حلو. إذا حسيت بجارك أنه ما عنده أو عنده أو محتاج فد شيء أو مريض تساعده، ما بيها شيء، وهي هم أجر أكيد أساعد. الحمد لله أي بادر، الحمد لله. شو تقول لك مساعدة؟ ساعد جيراني، ساعدة المحتاج، بادرنا بمساعدتهم، لمينا لهم مساعدات بسيطة يعني من عندنا من أموالنا الخاصة. والله هي فترة يعني إحنا جروب خاص من كل عضو لمينا مبلغ مادي بسيط، كل واحد يتبرع على قد ما يقدر. يعني برنامج التواصل الاجتماعي، فبادرنا به وحاليا نساعدهم مستمرين يعني طول أيام شهر المبارك. والله هذا يعني أنت بأجر يصيبك هذا، وثاني شيء هذا يعني هو شهر بالسنة يجيك، يعني لازم تساعد بيه، لازم تساعد بيه إنسان. أنت من هالساعد هيجيك أجر، وثاني شيء هتفرح على هذا الشخص وهتفرحه، ويعني هتدخل بسمة بقلبه. شهر رمضان شهر مبارك، شهر فيه هواي يعني فيه هواي مبادرات ومساعدات من يمو من، والأجر أضعف لأن هي صدقة، والصدقة لازم ما يصير تنحج بيها. فإحنا البيدنا نقدر نسوي فعل الخير واجب على كل إنسان، مو إلا بشهر رمضان، بس هو هذا الشهر رمضان يعني شهر فضيل، لازم احنا يعني لازم احنا نساعد الناس كل الامور يعني ماديا معنويا يعني، وان شاء الله اكو هذا الشيء. بادرت انت كشاب يعني سعيت لهذا الفعل؟ اكيد اكيد، احنا من نشوف ناس فقره الشارع، ناس محتاجه شيء، ليش ما نساعدهم؟ بالعكس هذا فعل خير والحمد لله والشكر. يعني هو اكيد بهذا الشهر الفضيل شهر تزكية الأنفس، لازم واحد يقوم بالمساعدات، مثلاً يشوف فقير بالشارع، يشوف مثلاً امرأة محتاجة، عائلة محتاجة، فيبادر بهاي العمليات مثلاً إنه يساعد حتى لو مو شيء يعني مادي، بشكل معنوي. إيه. بادرات معنوية. إيه أكيد يعني، ومو بس تقدر بالشارع أثناء العمل أثناء مثلاً هواي شغلات يعني. هو رمضان شهر فقير صح؟ شون؟
رمضان شهر فقير، يعني فقير محتاج، هو شهر الليل، حتى صيامنا اليوم حتى اي نعم، هو احنا صيامنا بشهر رمضان هو غايه على مود نحس معاناة الفقير بالجوع، مو بس انه جوع وعطش، لازم هواية شغلات يعني اكو، مو بس انه مثلا نصوم عن الاكل او مثلا نصوم عن هواية شغلات لازم، سلوكيات خاطئة بالضبط او تصرفات. نعم، قبل فترة صادفني رجل يعني كان ما اعرف عنده مشكلة بالبيت وطالع، ف يعني سوالف لي مشاكل تعرف بالطريق، سوالف بالازدحام بالسيطرة، ف يعني بقى يسولف لي خطية يعني قارت عليه صراحة يعني، فوصلته بعدين وصراحة همين يعني ساعدته اللي أقدر عليه يعني. الله يسلمك. بس في أجر في رمضان مساعدة الناس؟ أكيد طبعا، ومو بس بهاي الفترة يعني، أنا اللي أشوفه يعني كل الأشهر، مو بس بشهر رمضان. طبعا بالنسبة لي أنا أكيد أساعد، هي المساعدة حلوة، ومو بس بشهر يعني بشهر رمضان، نحن بأي وقت نساعد الآخرين، إذا كانوا محتاجين مساعدة، إذا هم طلبوا من عندنا أو ما طلبوا، فإحنا نقدم لهم المساعدة بأي ناحية من المساعدة، مادية أو معنوية أو أي شيء، وخاصة بشهر رمضان يعني شهر البركة، فتكون الحسنات أكثر إنه وأجر، فإحنا نحب نساعد يعني. نعم أعزائي المشاهدين، مثل ما تابعنا وياكم آراء الناس وتقرير سيف عبد الوهاب، لكن أحب أقول رندا أن شهر رمضان هو اعتباره براكتس ل 11 شهر مقبلة، أتعلم به مثلا الرحمة راح أطبقها في 11 شهر، مو أني في بس بهذا الشهر راح أساعد الناس وأعاون الناس وبقية الأشهر ما اعتبرها اشهر لله. تعرف في سنه من السنوات صقر كان لنا جوله على بعض المخيمات اللي موجوده. نعم. في الاردن عفوا صح. فبعض الاشخاص المحتاجين كانوا يحكوا لنا اتمنى على الجميع ان يشعروا بنا كما يشعروا بنا برمضان، نتمنى ان نذوق طعم الدجاج واللحم غير بشهر رمضان، لأن الناس ما يفتكرون إلا بشهر رمضان. يعني هذه الرسالة نوجهها، وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا من بغداد زياد طارق، يعني هذا نقطة مهمة جدا يا جماعة، أن دائما نتذكر ونفتكر الفقراء والمحتاجين، ليس فقط في شهر رمضان المبارك، يعني كما قال صقر هو شهر يعني إحنا للتعبد للتقرب من الله، لكن أعمال الخير يجب أن تكون موجودة على مدار السنة. صحيح رندا. وننتقل إلى الناشط والاستشاري في التنمية البشرية سيد زياد طارق. مرحبا بك سيد زياد. مرحبا بك استاذ صقر وبيج سترند، اشكركم على هذه المواضيع المهمة في هذا الشهر الفضيل. نشكرك على انضمامك ويانا اليوم. شهر الطاعة والغفران. سيد زياد، اذا ما بدأنا الأسئلة لهذا اليوم ومبدأ حوارنا، نريد نعرف ونعرف الناس بالبداية ما هو مفهوم مساعدة الآخرين. أكيد أستاذ صقر، مساعدة الآخرين هو إبداء المساعدة بشخص يحتاج هذه المساعدة، لشخص تراه أنه يستحق هذه المساعدة لما يمر به من ظروف غير طبيعية، ظروف استثنائية، وخاصة إذا كان هذا الشخص يمتاز بأمور أو امتيازات تختلف عن الشخص الذي يستحق المساعدة، ونحن نستهل هذه الفرصة لكي بهذا الشهر الفضيل لكي نبدي مساعدتنا للآخرين، شهر يكون فرصة للناس الذين يودون المساعدة للآخرين، لأنه شهر يمتاز بالطاعة والغفران، شهر الرحمة، شهر المحبة. يا أيها الذين آمنوا انفقوا ما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. إذن الذين أرزقهم الله وأمتعهم بمتاع يستفادون منهم في الحياة الدنيا، عليهم أن يقدموا المساعدة للآخرين من خلال ما أنعمهم الله به. ومن استخف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن استخف بمؤمن فقير فقد استخف بحق الله، ويستخف الله به يوم القيامة إلا أن يتوب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الحياة، وأوصانا بمساعدة الآخرين والمحبة فيما بيننا. لذلك وجب علينا نحن المسلمين، ما نحن مجتمع إسلامي شرقي، علينا أن نستغل هذه الفرصة في هذا الشهر الفضيل وإبداء المساعدة للناس الفقراء والمحتاجين. طيب، يعني في دول العالم دائما سمعنا أنه عدد كبير من الأشخاص أو الأغنياء
بعد عمر معين يوزعون كل ثروتهم على الفقراء والمحتاجين. وايضا نرى احيانا انه ثقافه العطاء كانت موجوده بشكل كبير يعني من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الان هل تعتقد ان هذا المفهوم وهي الثقافه اصبحت مرسخه لدى شبابنا في الوقت الحالي؟ هل ترى انه مساعده الغير والعطاء اصبح جزء من ثقافتنا العربيه؟ اكيد سترند عفي عليك، سؤال مهم جدا. احنا نرجع ونقول احنا مجتمع شرقي، مجتمع اسلامي، عاده ما تكون الطيبه موجوده في قلوبنا، عاده ما تكون التسامح والمحبه موجوده عندنا لما فرضه الدين الحنيف علينا. لذلك ممكن ان تكون الصدقه او المساعده بصوره علنيه يبتغي من عندها الشخص المساعد ان ان ان, أن تكون حالة إعلامية له أو حالة إعلانية له، مجرد التباهي أمام الناس. وكثير من الناس يتصدقون على الناس المحتاجين بدون ذكر أسمائهم أو بدون التباهي بهذا الشيء، لأنه هذا شيء مهم من أجل الصدقة. أنفق ما بيمينك حتى لا تعلمه شمالك، والعكس صحيح. لذلك يقول الله في محكم كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فيجب أنه على الناس الذين يمتازون بامتيازات التي ذكرناها سابقا عليهم أن لا يردوا السائل. وفي هذه النقطة المهمة أحب أنه أقدم شكري وامتناني، وأنا صادق في كلامي وفي مشاعري التي أقولها. قناة الشرقية قناة الكرم التي لا نتفاجأ من كرمها في شهر رمضان المبارك، وخصوصا برنامج فريق الأمل الذي كان صادقا في تعامله مع الناس المحتاجين وكان صادقا في تعامله مع الناس المحتاجين. أنا قبل يومين شاهدت مشهد أدهشت بالبكاء لما شاهدته الأستاذ سامي قفطان لما بكى وذرف دموعا أمام البنت التي كانت معاقة وساعدتموها في إرجاع ولو شيء بسيط لها في من خلال أنه استطاعت أن تمشي على رجلها. وكذلك الناس الذين المحتاجين والنازحين والمهجرين الذين يحتاجون لأبسط الأمور. بصراحة هذا الفريق يعني قدم نبذة مختصرة عن 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 موضوع اليوم، قدم نبذة شريفة طيبة صادقة لما يمتلكه نحن العراقيين. نمتلك طيبة، نمتلك مثل ما نقول بالعامية حنية فيما بيننا، لكن الأمور اللي صارت في بلدنا في مجتمعنا في مجتمع اللي موجود نحن نتواجد فيه أدى إلى التفاكك الاجتماعي فيما بيننا، لكن تبقى الطيبة والمحبة موجودة. وأقدم امتناني وشكري في هذا الوقت وأستغل هذا وجودي معكم في هذا البرنامج المميز إلى الأستاذ والأخ الكبير سعد البزاز، راعي هذه المكرمة الموجودة دائما في قناتكم المميزة. نعم. مو مجاملة ولا تملقا، ولكن أقولها بمشاعر صادقة من صميم قلبي وصراحة. يعني سيد زياد، ماذا إذا ربطنا المساعدة بالآخرين في التكافل الاجتماعي وفي العمل الجماعي، وهو أحد فروع العلوم الاجتماعية التي تتضمن النظرية الاجتماعية، ما إذا ربطنا هذه السلسلة الاجتماعية التكافلية بين مساعدة الآخرين، نقدر نقول إحنا مجتمعنا راح يرتقي أكثر يعني حتى في التعليم على مستوى الرفاهية راح تزداد، الأمن والاستقرار راح يزداد في بلدنا إذا تمت مساعدة الآخرين، الفساد راح ينتهي إذا تم مساعدة الآخرين، نقدر نربط هذه الأشياء بمساعدة الآخرين؟ عفي عليك أستاذ صقر. التوازن بين طبقات المجتمع أمر ضروري في يعني في إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي إلى مكانها الطبيعي بين طبقات المجتمع. التكافل الاجتماعي جزء مهم في حياتنا المهمة، في حياتنا المتواجدة يوميا بين مختلف المجتمعات الموجودة. لذلك نرى أو نشاهد أنه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الموجودة أنه تقوم بالتكافل الاجتماعي أو حتى على مؤسسات بشرية أو بسيطة بين عدة
طبقات المجتمع تقوم بالتكفل الاجتماعي من خلال يعني تكفل العوائل الفقيرة والعوائل المحتاجة. نحن في بداية رمضان قمت أنا شخصيا وبعض الشباب الذين لديهم طموح باتجاه بلدهم الذين يمتازون بالغيرة العراقية المعروفة، قمنا بمساعدة ناس يستحقون المساعدة بدون أنه نقوم بإعلام أو نشر صور على التواصل الاجتماعي أنه قمت بهذا العمل أو قمت بهذا العمل مثل ما يقوم به بعض الناس أو بعض السياسيين يبتغون منه الإعلام فقط لا أكثر ولا أقل. نعم للأسف ضيق الوقت لن يسمح لنا أن نتابع بهذا الموضوع. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لمشاركتك معنا. كان معنا استشاري التنمية البشرية والناشط الشبابي زياد طارق، شكرا جزيلا لك. فقراتنا مستمرة بعد الفاصل. إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان يجب أن تتبع بعض النصائح للحفاظ على طاقتك وعلى جسمك رطبا، وخصوصا احنا عندنا رياضية بالاستوديو وعند اليوم جاية متشنجة. لا متشنجة يعني ولا عضلة تتحرك في جسمي، لأنه في شهر رمضان يعني راح نقدم لكم بفقرة نصيحة معلومة مجموعة من النصائح للرياضيين للحفاظ على الطاقة والسوائل في الجسم خلال شهر رمضان. بداية يجب على اللاعب عدم المشاركة في التمارين لمدة طويلة وبصورة متواصلة، وإنما تحديد فترة الرياضة بوقت لا يزيد عن ساعة يوميا، وشرب الماء بكميات كبيرة تصل إلى 8 أكواب في اليوم الواحد، وذلك بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض نقص السوائل خلال ساعات الصيام نهارا. كمية النشويات المركبة مهمة جدا بالنسبة لوجبة الرياضي مثل معكرونة والبطاطا المسلوقة والخبز الأسمر، لأنها تعطي طاقة لفترة طويلة وتمكن الرياضي من القيام بالأنشطة البدنية دون إرهاق. وعدم تأخير وجبة الإفطار مهم جدا، فمجرد سماع مدفع الإفطار أو أذان المغرب يجب شرب الماء والعصائر الطازجة والتمر بالنسبة للرياضي. حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الدهون والسكريات المصنعة والحلويات الثقيلة مثل الكنافة والقطايف التي تحتوي على سكريات ودهون خاصة في وجبة السحور، لأنها تكون صعبة الهضم وتسبب العطش. وعدم استنزاف طاقة اللاعبين أثناء الصيام ومحاولة التركيز على التدريبات التكتيكية بعيدا عن التدريبات العضلية. يعني تتحول النساء في شهر رمضان، اللي ما يطبخ يصير يطبخ، ودائما الكثير من ربات البيوت يبحثون عن وصفات لأطعمة ووجبات جديدة، لأنه ست البيت تتفنن في رمضان في إعداد الأطباق الشهية. الفقرة الجاية رح نشوف وصفات لأطعمة غربية وتحديدا إيطالية، خلينا نشوفها ونرجع مع ضيفنا وياكم. مشاهدي برنامج منتصف النهار من الشرقية نيوز، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. اليوم نحن في مطعم فينيزيا الايطالي في اقليم كردستان وتحديدا في محافظة اربيل، ومعنا كاكا محمد صاحب المطعم راح يتكلم لنا عن هذه الاكلات اللي اليوم راح يسووها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالبداية ارحب بكم في قناة الشرقية في اربيل ومطعم فينيزيا الايطالي بمجدي مول. اليوم راح نسوي لكم وجبتين. الوجبة الأولى اسمها بولو ميلانو، اللي يتكون من دجاج وبعض الملحقات اللي بعدها من خلال التصوير راح تشوفوه. والمنيو الثاني بيتزا يسموه غالزوني، يعني بالإنجليزي يسموه انبيكد، يعني الحشوة راح تكون حشوة داخلية. واللي راح يسويه الشيف مالتنا اسمه جالك، اللي راح يقوم ب تحضير الوجبتين ان شاء الله. جالك اريد اعرف هاي المكونات هذه الطبخه والاكله من تتكون والقياسات او المقادير بالضبط. هذا الدجاج، زين
هذا معجي، هذا بيبر مال اسود، بيبر اسود. شنو اللي هو البيبر يعني بالضبط؟ فلفل اسود. فلفل اسود بس هذا ملح، هذا هوت صوص. This egg, bait and tillage. بيض وثلج. تلج. هذا خضروات، هذا كل خضروات، هذا فلور يعني الطحين. بطاطا مسلوقة وجزر جزر مسلوق ولوبيا فاصوليا. وسننتقل للطبق الثاني اللي اسمه غالي زويني، هو البيتزا ذات الحشوة الداخلية. يعني أول ما خليت الدقيق أو الطحين، إيه قال خليت العجينة. مرة ثانية ترجعها للفرن. هسه هي بداخل الفرن، انتظرها دقيقة أو دقيقتين ويخرجها من الفرن.
أهلا بكم من جديد. اليوم راح نتحدث عن أمر شائع جدا وهو تهيج القولون، وخاصة في فترة رمضان بسبب الصيام، حيث يعاني الكثير من الصائمين من الانتفاخ والفموضة وغيرها من أعراض القولون. إذن كيفية التعامل مع تهيج القولون في رمضان عن طريق الطب البديل وطب الأعشاب رح نتعرف عليه من خلال حوارنا مع أخصائي الطب البديل الدكتور هشام عبد العال. هاشم. أهلا وسهلا فيك دكتور، شو أخبارك؟ تمام؟ يعني بداية كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعني بشهر رمضان اللي ما عنده قولون بصير عنده قولون. صحيح. اللي ما عنده تهيج بالأمعاء بصير عنده. صحيح. حتى الأشخاص اللي مثلا ما بيصوموا بشهر رمضان لكن أنت عم تمتنع عن الأكل لمدة ساعات طويلة. صحيح. بسبب العمل وبسبب غيره، ف يعني هل هو هذا السبب في تهيج القولون؟ يعني الابتعاد عن الأكل لساعات طويلة؟ المعدة ستة فيها 35 مليون غدة. تفرز إنزيمات تهضم الطعام، وفي جوال المعدة كمان تفرز حمض الكلوريك. حمض الكلوريك بهضم معظم الأشياء اللي بتدخل في المعدة. طبعا من رحمة الله بينا كمان يوجد غشاء داخل المعدة بحميها من أنها تأكل نفسها. هلا أحيانا لا قدر الله ممكن أنه يصير التهاب أو قرحة في المعدة، يصير ثقب في الجدار المعدة، بصير مشاكل كثيرة من ضمنها نقص البي 12. نقص البي 12 المعدة المسؤولة عنه. طبعا المعدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء. طبعا وتكميل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نعملها بيت الدواء، يعني معادلة. كيف الإنسان بده يعرف شو بيأكل شو بيشرب ونسب متعادلة؟ الإنسان ما بصير إنه ملي معدته كلها طعام، هذا خطأ. لازم يكون ثلاث أقسام، قسم للطعام، قسم للماء، قسم للهواء. لأنه الطعام عندما يهضم تتكون غازات، لأنه البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء بتهضمه بتحول غازات. هاي الغازات إذا المعدة ملانة بصير ارتداد مريئي، بصير الإنسان العصارة هاي الموجودة بالمعدة تخرج لبرا تأذيه كثير، يعني مش شوي، عرفت كيف ستنا؟ فالإنسان يجب أنه هو نفسه طبيب نفسه ينتبه على كمية الطعام اللي بوكلها، يتجنب كل المقالي بزيت كثير يخففها يعني، أو يحاول إنه يستبدلها بالنمط الصحي السليم وهو الشواء. يعني أنا بدل ما أكل بطاطا مقلية بقدر أشويها نفس الطعم تقريبا. نعم. يعني نعم. دكتور على تجنب الأغذية يعني خصوصا بالقولون، يعني مو أكو أشياء محددة اليوم إن أنا إذا مريض قولون عصبي مثلا أو قولون سيني ان مثلا راح اعاني من انتفاخ اذا ما راح اكل هذه؟ صحيح. يعني مثلا مرات واحد اذا مثلا خلينا نقول اذا في الخضروات مثلا بالبصل اكو ناس ينتفخ قولونهم بالبصل. صحيح. اكو انسان ما ينتفخ بالثوم كمان، اكو ناس بالثوم ينتفخ. صحيح. يعني انا البرغل مثلا بموت عندي قولون مثلا، فلفل حار يا ستي راح فلفل حار. صح، قالوا الاشياء الحاره. يعني الطعام متفاوت بين مريض ومريض لو هو اكو ستاندر مثلا؟ هلا إن شاء الله رب العالمين رح نحكي لإخواننا المتابعين في أعشاب ثلاثة بيخلطوهم مع بعض بيأكل بعدها شو ما بده. 25 ثانية لو كان متهيج القولون وبده يدخل مستشفى بهدى، برجع أموره تمام. طين الحل يعني. الحل سيدي العزيز بذر الشومر، بذور الشومر، الهيل المقشر، وويليانسون، هدول الثلاثة يعني بحاول إنه ننقعهم ولا بنس لا ستي هو اللي بصير نخلطهم مع بعض بمقدار متساوي، أوقية أوقية أوقية، نخلطهم على الخلاط وبنصير إما قبل الطعام نشرب أو بعد الطعام بنغلي ماء وبنسقط فيه معلقة بنصبر عليها ربع ساعة نص ساعة قبل الأكل يكون محضرها وبشربها بعد الأكل اللي هو بتعب منها. تحملها دكتور كمان أتحدى مرة. إذا بصير معه شيء انا بحكي لك انا مريض قولون عصبي عم بعملها بفضل الله مثل السحر. حتى كان عندي يعني زي الكرش راح بفضل الله، عرفت كيف؟ يعني كثير ممتازه. بس نرجع نعيدها للمشاهدين عشان يكتبوا عندهم. نعم. هي بذور الهيل شومر. بذور هيل، بذور شومر، وبذور اليانسون تخلط ثم تطحن ثم يعني نغلي الماء بنغلي لوحده. انا بالاعشاب كلها دائما بحكي كثير يغلى الماء ثم تسقط به الأعشاب البنية. نعم صدقتي. بعد ربع ساعة بصفي وبشرب بإذن الله عز وجل. وبقدر في ناس إذا ما بده إياها مغلية ممكن يأكلها أكل. أنا واحد من الناس يعني بعد ما أتعب أحيانا بتعب من أطعمة معينة بسرعة ممكن مرات. بذور الهيل نفسها ثلاث حبات أربع حبات أبدا مور تمام. أوه. آه والله
وهي ستي شو بتعمل؟ هي بتهدئ الأعصاب المسؤولة عن ينسون كان كثير كثير كويس وبهدي الأعصاب وله فوائد رائعة جدا وهو طارد للغازات ومطهر للأمعاء. يعني أنت برأيك مش مفروض الواحد يبتعد عن الأطعمة بس يخففها؟ لا الواحد يأكل كل شيء باعتدال. نعم هو أول شيء ميزان الطعام، ميزان طعام هو الإنسان يكون طبيب نفسه يوازن طعامه ما يأكل كثير. يعني أنت ممكن أنك توزع وجباتك. الآن إحنا برمضان معظم الناس وجبة الإفطار للأسف الشديد أي شيء موجود قدامه كل ما هب ودب، هذا خطأ. لازم أنه بس واحد يقول ثلاثة والله الصحون بالبوفيات هيك بتكون مطفحة، يعني الرز مع الفريكة مع الجاج فوق سمك وصير صيادية والصوص عليه. يعني بنعطي المعدة 30 أمر مع بعض. انت التلفون اذا بتعطي امرين ورا بعض بيعلق. طب المعدة الله يهديك حبة طول اليوم يا حرام نايم ومرتاح من هالشر، بتيجي مره واحده بدك تخرب الدنيا. الله يساعد المعدة دكتور. والله العظيم الاول اصلا الصيام رب العالمين اوجبوا علينا شهر بالسنه من اجل هالمعدة ترتاح. المعدة اصلا الصيام للعلم بيرفع المناعه، تخيل انت. الان اخواننا في اوروبا صاروا يصوموا، يعني مش انه مساله دين، هم ماخذينها مساله صحه، التخلص من السموم اللي ناكلها في اللحوم. الان الكبد بتخلص من كميه سموم هائله جدا بالصيام. نعم. سبحان الله الكبد يعني برتاح الكبد، المعده، القلب، الدماغ، كل جسمنا. طيب دكتور العلاقه بين القولون العصبي والبي 12. ممتاز. هلا اذا المعده، شوف رب العالمين في القران الكريم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآن هذا الطعام فيه طيب وفيه خبيث. الطعام نفسه، الطعام الخبيث يؤدي إلى الأمراض ومن أقلها السرطان، تخيل أنت لوين، والزهايمر وإلى آخره. الطعام الطيب، ما هو الطعام الطيب؟ الطعام الطيب اللي هو بينفع جسمك، يعني الطعام الصحي اللي إحنا ليل نهار نحكي عنه. الآن الحكومات في كل دول العالم تصرف مليارات الدولارات من أجل علاج أمراض السرطان والسكري والسمنة والول إلى آخره، بينما هم لو بصرفوا 1/10 من هالمبلغ توعية المواطنين ما بصير هالحكي هذا، صح ولا لا؟ أنا لما أجي أحكي للإنسان أنه أنت إذا بتأكل هذا راح تتعب، أنت لازم يكون وزارة الصحة لديها يعني إرشاد للمواطنين الطعام الصحي والطعام الغير صحي. يعني احنا هلا صرنا نشوف برامج عم بتصير بالمدارس، مثلا عم بيمنعوا السكريات. صح. عم بيمنعوا المقالي. ممتاز. عم بيمنعوا الشيبسات، الاشياء الدسمه بالشيبس مرض. يعني طبعا فكل هاي الاشياء صار في وعي من عند الاطفال مثلا يبعدوهم عن هدول الاشياء. ممتاز. يعني من عمر الحمد صغير. هلا احنا بنعرف احيانا اسمه قولون عصبي، فاحيانا الحاله النفسيه للشخص ممكن ان تاثر بهذا الموضوع. يعني اذا واحد عليه ضغط، عليه شغل كثير، تلاقي خلاص بطنه بنتفخ وبصير وجع، يعني حتى لو بدون اكل مثلا. صحيح كلامك في جزء منه، لكن شوفي احكي لك شغله. المعده اذا انها امورها تمام وبنعطيها الطعام الصحي ما بصيرنا قولون عصبي. ليش؟ الآن الأكل المعدل عليه بيفتح باب القولون العصبي. والله يا دكتور أنا لا باكل مالي ولا باكل، يعني كل أكلي مشوي وهذا، لكن أنا صحي يعني جدا ويعني الحمد لله. وحتى مثلا الخبز القمح الكامل ما بقدر أكله عشان الجلوتين. طيب أنا بدي أغششك، بتصيري تاكلي خبز أسود عادي ما في مشكلة؟ لا عندي مشكلة. هلا إذا مشكلة ثانية شيء ثاني. عندي مشكلة باكل خبز الذرة. هلا في قرع ستي، قرع، شفت القرع؟ القرع الأصفر العسلي. أيضاً هذا بذور القرع؟ لا القرع نفسه ستي. القرع نفسه بنقشره، بنقطعه سمول قطع صغيرة وبنأكله. هذا إذا عندك مشكلة في غشاء المعدة اللي حكيت عنه قبل شوي بيرممه. والآن بدي أحكي لك شغلة ثانية. الآن إحنا بنجيب تمر، التمر ممتاز، 4-5 تمرات بتشيل النوى منها، بتحطيها في ماء، تضربيها على الخلاط وبتحطي معها بذور الهيل برضو. هذا إذا عندك مشكلة في معدتك خلال 48 ساعة لمدة أسبوع بترجع أمورك تمام. قرع،
القرع بنرجع كمان مره القرع بنقطعه بنصير ناكله يوميا بنحطه بالثلاجه بنصير ناكله كل يوم نسلقه لا 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 تسلق قروش غني طعمه رائع جدا بس بقرش ست خليه قروش قطعي سمول بيسز انت بدك الفائده صح صح ولا لا طبعا هو اذا انطبخ له فائده لكن احنا بدنا الفائده العظمى النتيجه السريعه ستي اللي بدال ما نقعد شهر لا اسبوع ناكل ناخذ نتيجه ممتازه حكينا التمر مع الماء مع الهيل بصير مثل العصير طعمه طيب هذا رائع جدا برضو للي عندهم مشاكل قولون تمام هلا الفول في ناس مثلا بيقدروش ياكلوا فول بسبب انه عنده قولون عصبي الفول ستي بيقدر يجيب الفول بدون بذور بدون قشور عذرا صح هذا رائع جدا بحط معاه اذا بده كمون كمون نعم ويشرب زي ما حكينا الخلطة اللي حكيناها قبل شوي أموره تمام بإذن الله عز وجل يعني التجربة خير برهان الإنسان اللي بيعاني أنا بحكيها يجرب إن شاء الله إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين لا يسعنا إلا أن نشكركم وشكرا رندا شكرا للدكتور أنا بشكركم كثير برضو يعني قناة ما شاء الله عنكم متميزة شكرا. وحلوة وهي ثاني لقاء اللي عندكم وبتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم وجزاكم الله كل خير ورمضان كريم علينا وعليكم شكرا جزيلا دكتور نلتقي وإياكم في الحلقات القادمة إلى اللقاء إن شاء الله.